بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة رقم 4 يوم الأربعاء 9/9/2020. نستكمل اليوم الدرس الأول من المتتاليات، وفي البداية نراجع ما سبق أخذناه في الحصتين الماضيين، يعني تطبيق على ما تم دراسته. أوجد قيمة A5 في المتتالية التي حدها العام AN بيساوي 5 في 2N minus 1. بدنا الحد الخامس فقط، يعني سهل جدا ما دام هو حد العام، يعني هذا الN تأخذ أي قيمة. قال لي طلب مني A5، معناها بس أخذ A5 يساوي 5 في 2 power 5 minus 1. استخدم آلتك الحاسبة أو 2 power 4 بيعطينا 16، 5 في 16 بيعطينا 80. إذا الحد الخامس هو 8. أيضا مثال آخر، بدنا أوجد قيمة A10 في المتتالي، حيث أعطاني شباب A9 17 و AN هي 32 minus AN minus 1. يعني عشان أوجد A10 لازم أعرف A9. A9 هي أعطاني إياها. إذا A10 هي عبارة عن 32 minus A10 minus 1 اللي هي عبارة عن 10 minus 1 اللي هي A10. 32 minus A9، A9 عند جوابها، وبالتالي 32 minus 17 بيعطينا A10 بيعطينا 15. نستكمل أهداف الدرس الأول في تطبيق مسائل حياتية على المتتاليات. في مثال رقم 4 شراء بالتقسيط. اشترى خالد سيارة فدفع من ثمنها مبلغ وبقي من الثمن 8000 ريال. كم دفع مش عارفين، بس إنما المتبقي 8000 ريال على أن يدفعه في صورة أقساط شهرية. إذا كانت الصيغة AN اللي 1.005 AN minus 1 minus 2500، علما بأن الـ N أكبر من 1، تمثل المبلغ المتبقي من ثمن السيارة بعد N دفعة. أوجد قيمة المبلغ الذي سوف يبقى من ثمنها بعد تسديد 5 دفعات مقربة إلى أقرب ريال. إذا بعد ما سدد أول شيء المتبقي عندنا 8000. هلا الدفعة الأولى أو حنسميها A، طبعا A1 هي 8000 اللي هي المتبقي. هلا A2 هي عبارة عن 1.05 A1 اللي 8000، يعني بصير 1.05 8000 ناقص 2500. لابد من استخدام الآلة الحاسبة، حيعطينا الجواب 77900. هلا A3 الدفعة الثالثة بتبقى، يعني بعد ما دفع الدفعة الثانية تبقى عليه 77900. بعد الدفعة الثالثة بنطبق نفس الشيء، بس بدل AN ناقص 1 A3 حيكون A2. A2 هي موجودة ناقص 2500. برضو استخدم الحاسبة حيعطينا الجواب 75789.5 ريال. هاي ما تبقى عليه بعد ما يدفع 3 دفعات. الدفعة الرابعة 1.005 ضرب الرقم اللي طلع في الدفعة الثالثة، متبقي في الدفعة الثالثة ناقص 2500 بيعطينا 73668.4. طيب الدفعة الخامسة 1.005 في 73668.4 ناقص 2500 بيعطينا 71536.7. لكن يا شباب طالب مني الأقرب أقرب ريال، ما دام أكثر من 7 معناها بشطب السبعة وبزيد هون 1، يعني المبلغ المتبقي من ثمن السيارة 71537 ريال. أمامنا أيضا سؤال، حاول أن تحل سؤال 4/8. اوكي حناقشه هلا، بس يا ريت انت برضه تاخذها على ورقه خارجيه وتحلها. اراد منصور ايداع مبلغ 30000 ريال في احد المصارف على ان تضاف قيمه الفائده الى مبلغ لو A0. A0 اللي هي 30000. هلا الفائده شباب تستحق بعد سنه، وبالتالي بعد سنه بصير عندنا المبلغ 1.06 ضرب المبلغ الأصلي اللي هو 30000 ناقص 2500. بدنا أوجد جملة المبلغ بعد مرور
4 سنوات. الـ A زيرو اللي هو المبلغ اللي انوضع في البنك اليوم 30,000. طيب بعد سنة اللي A1 هيكون 1.06 في A0 اللي هي 30,000 ناقص 250 بيعطينا 31,550. إذا بعد سنة شباب بصير جملة المبلغ تبع هذا الشخص تبع منصور 31,550 ريال. إذا زاد حوالي 1,550 ريال. هلأ في بعد كمان سنة، يعني سنة بعد نهاية السنة الثانية اللي 1.06، هلأ دخل على اللي هي A1 31,550 ناقص 250 بيطلع عندنا هذا المبلغ 33,193. A3 اللي هو المبلغ بعد 3 سنوات 1.06 في 33,193 ناقص 250 بيعطينا زاد صار 34,934.6. آخر بعد 4 سنوات اللي 1.06 في A3 اللي هي 34,934.6 ماينس 250 بالآلة الحاسبة بيعطينا 36,780.7. دمتم في رعاية الله. للمزيد ممكن تروح لسؤال 11 صفحة 8 وتحل هذا السؤال.